بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند مشهد من مشاهد قصة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والمشهد بعد أن كان ثنائيا بين امرأة العزيز وبين يوسف انتقل إلى مشهد ثلاثي جمع امرأة العزيز ويوسف والعزيز نفسه. حين ما وقع ما وقع احتكموا إلى شاهد يشهد في القضية ليرجح حكم الحق فيها، فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فكذا أو من دبر فكذا، قول الله فلما رأى قميصه قد من دبر قال هذا من كيدكن، يدل على أنه قرر المبدأ الذي يسير عليه في الحكم قبل أن يرى القميص من يوسف. وإلا لو أنه قرر المبدأ وقد رأى القميص يبقى بنى المبدأ على ما رأى، ولكنه قرر المبدأ أولا في غيبة رؤية القميص، فلما رأى القميص على وفق ما قرر من المبدأ جعل الحيثية الغائبة هي الحكم في القضية الشاهدة. والحق سبحانه وتعالى أنهى الموقف الرباعي عند هذا الحد، الحد الذي جعل العزيز نفسه يقر بأن امرأته قد أخطأت، ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه، وذلك يدل على سياسة أهل الجاه مع بيوتهم. ونحن في العصور الحديثة نشاهد مثل هذا الموقف، فالرجل ذو الجاه يتأبى أن يرى أهله في خطيئة، ويتأبى أكثر من ذلك أن يرى غيره أهله في هذه الخطيئة، فهو يريد أن يكتمها في نفسه فيكفيه ما حصل له من مهانة الموقف، ولا يريد أن يشبت به خصومه ولا أعداءه فيسترها على نفسه. هذا الستر على النفس قد يكون وسيلة إلى أن تتمادى المرأة في الخطيئة. وبعضهم يتسامى في أنه إذا قبض على امرأته متلبسة بجريمة تتعلق بعرضه وعرضها ثم يقبض عليه يذهب هو ليخرجها من إدارة التحقيق. وقد نرى مشهدا من المشاهد أنه يراها في بزلة، يعني لباس لا يليق، فيخلع سترته هو بنفسه ويستره مخافة أن يصيبها البرد. ذلك خلق أهل القصور الرفيعة. لكن هنا ملحظ آخر، وهو أن قضية الإيمان لا تزال متغلغلة حتى في المنحرفين والمتسترين على المنحرفين، فهو يقول أعرض عن هذا، ويقول لامرأته أنت صاحبة خطيئة، فكأنه يعرف الخطيئة، ولا يعرف الخطيئة إلا من يؤمن بمنهج سماوي، والذي يؤمن بمنهج سماوي لا يجد له ملجأ إلا أن يترضى صاحب المنهج. استغفري لذنبك معناه أنه قد أقر بأن ذنبا وقع، ولا يقر بأن ذنبا وقع إلا إذا كان قد عرف عن الله منهجا، وهو في موقف لا يسعه فيها إلا أن يغفر الله لها. وينتهي الموقف عند هذا الحد وينتقل إلى موقف أوسع، لقطة أوسع من كده. المشهد كان رباعيا، امرأة العزيز ويوسف والشاهد والعزيز. ما الذي نقل الخبر إلى خارج المدينة وهم في القصر؟
يقص علينا الحق قصة تدل كما قلنا على أن القصور لها أسرار، وهذه الأسرار لها عيون تقف عليها ولها ألسنة أيضا تتكلم بها، حتى لا يظن ظان أنه يستطيع أن يحمي نفسه من الجريمة وإن تلصص عليها وسترها. ولذلك حق القرآن هذه القصة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قضي هو الواقع هكذا، إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنراها في ضلال مبين، قضية حق وقضية واقعة. والنسوة إذا يقولونها تعصبا للحق تعصبا للفضيلة، الله يريد أن يدفع هذه المقالة عنهم، لم يقل إنها في ضلال مبين لأنها تعتبر موقف الحق وتعينه، لا، فلما سمعت بمكرهن، والمكر هو ستر شيء خلف شيء، كأن الحق ينبهنا على أن قولتها ليست غضبة للحق ولا كرها للضلال التي أقامت فيه امرأة العزيز، ولكنهن أردن شيئا آخر، أن ينزلن امرأة العزيز عن كبريائها وينشرن فضيحتها، فأتينا بنقيضين لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج. امرأة العزيز يعني أرفع شخصية في الله، وتراود خادمها وفتاها ومملوكها، شوف النزلة بقى من امرأة العزيز إلى للخادم. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تبقى دي مسألة عملية، يعني عملية صعبة. هذه المسألة حينما يقول الله فلما أحست بمكرهن دل على أنها فهمت أن القولة لم يقصد بها الحق، وإنما قصد بها شيء آخر، كما يفعل الماكر، الماكر يستر حيلته في شيء ليعمي على خصمه. طب ماذا يريد لك؟ قال لك دي امرأة العزيز والغلام والفتى معها في القصر، وهذه المرأة التي نزلت من كبريائها وهي امرأة العزيز أعز شخصية في البلد. كلمة عزيز، العزيز معناه الغالب الذي لا يغلب، يغلب ولا يغلب، ودي مأخوذ من المعاني الحسية. المعاني الحسية الأرض العزاز هي التي فيها صخر، الصخر ده مدبب المشي يصعب عليها، يبقى ما حدش يقدر يطأها، يعني ادي الاصل. ايه الاصل؟ فيه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها ايه؟ حبها. شغفها حبها يعني ما تقول احبتها مثلا، ام قال لك لا، لان الحب ده له منازل، الحب له منازل، هذه المنازل اول مرتبتها الهوى. هوى يعني يهو شأشأ، راى شيئا فهوي، وقد ينتهي هذا الهوى بلحظة الرؤية، فإذا تعلق به بعد الرؤية انتقل من الهوى إلى العلاقة، بقى في تعلق، مش مشهد وانتهى، شاف واحدة ماشية كده وهويها وانبسط منها كده وبتاع، لا، فضلت في رأسه، فضلت في رأسه، أتعلق إيه؟ تعلق بها. وبعد ذلك يأتي الكلف، كلف بها، كلف يعني مش بس العلاقة، لا، بل تكلف أن يصل إلى مطلوبه من هذه العلاقة، يبقى انتقل من الهوى إلى العلاقة إلى الكلام، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة أخرى، هذه المرتبة اللي فيها الإيه؟ التقاء، يسمها العشق. عشق يعني إيه؟ يعني بقى في تبادل، يعني وصل إلى مرتبة إنه إيه؟ إنه يعلن عن كلفه ويحصل فيه تبادل، ولذلك يسموه عاشق ومعشوق، عاشق ومعشوق، يعني المسألة إيه؟ بعد ما ينتقل إلى هذه المسألة اللي هي مسألة العشق، تأتي مسألة التدلو، تدلو إنه يكاد يفقد عقله، وبعد ذلك تأتي مسألة اسمها إيه؟ إن العقل ده ينشغل، وبعد ذلك الجسم يصير له هزال، ولذلك يقول تبلت فؤادك، تبلت فؤادك يعني نهت الإيه؟ نهت المسألة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الهيام،
انه يهيم بقى على وجهه ولا هوش عارف يروح فين ولا هوش عارف فين. فان كان ذلك في غير جرم يبقى مش اسمه جوى، ان كان بقى هيتعدى الى الجريمه يبقى اسمه الايه؟ اسمه الجوى. مراحل القلب زي ما بيقولوا الحاجه الصنوبريه اللي موجوده اللي نعرف عنها اوصافها اياها دي، ويسمونها مقر العقائد المنتهيه البحث. الانسان منا له ادراكات يدرك الاشياء بحواسه الظاهره، يعني يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، كل دي رؤساء الادراك. فاذا ما ادرك اشياء عرضت الاشياء على العقل، العقل يقعد يوازن بينها ان هي اللي تبقى كويسه وان هي على حسب ما يختار. فاذا ما انتهى العقل من بحثها الى قضيه انتهي اليها تذهب الى القلب لتستقر عقيده لا محيد عنها. انما المساله العقليه يمكن يجي حجه ثانيه تزحزح عقلك، انما اذا انتقلت من منطقه العقل الى منطقه العقيده، ولذلك يسمونها ايه؟ عقائد. عقائد يعني شيء ايه؟ معقود. معقود يعني ما ينحلش. فاذا ما وصل الى هذه المرتبه نعمل ايه؟ يظهر اثره في اخضاع سلوك حركه الحياه عليه، ما دام بقى عنده مبدا واستقر في نفسه يقوم يجعل كل حركته في ظل هذا الايه؟ في ظل هذا المبدا الذي ايه؟ اعتقده من كم وسيله؟ ادرك، وبعد ذلك تعقل، وبعد ذلك اعتقد. ما دام اعتقد نقول خلاص العقيده دي بقت سليمه وبقت تناقش تاني، فنعمل حركتنا موافقه لهذه الايه؟ موافقه لهذه الايه؟ العقيده. يبقى السلوك نشئ عن ايه؟ عن العقيده. كلمه قد شرفها حبا يعني انتقل من الادراك الى المساله العقليه الى ان استقر فين؟ في القلب. الشغاف القلب هي الغشاء الرقيق اللي بيستر الايه؟ القلب. يعني تمكن من الايه؟ من الايه؟ من القلب. قد شغفها ايه؟ حبا. انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، الله، يبقى اذا قال نسوتهم في المدينه مش من القصر بقى. طب واتنقل لهم الكلام ده ازاي؟ لابد ان تكون هناك مرحله بين ما حدث في القصر في الابطال الاربعه وبين خارج المدينه. لابد ان يكون الذي اخرج هذا الى خارج المدينه له علاقتان، علاقه بالقصر وعلاقه بالخارج. علاقه القصر فادرك وراى، وعلاقه الخارج فلسنا وقال. وقال نسوه في المدينه. العلماء بقى لما حبوا يجيبوا كده قال لك هم خمسه: امراه البواب، وامراه الخازن، وامراه صاحب الدواب اللي يعني السايس الخيل، وامراه السجان، وامراه الساقي اللي بيسقي الايه؟ اللي بيسقي الملك. طيب النساء دول اللي قاعدين في بيوتهم بره دول يبقوا اصحاب الشان الداخلين، دول هم اللي نقلوا لدول. وما دام نقلوا لدول يبقى عرفنا كيف تكون اسرار القصور مضغه بان ينقلها الناس اللي موجودين لمين؟ للي بره. يقعد بقى يسلي اهله ويتكلم بقى ويقولوا هم ايه، ينقلوها الى الايه؟ المرحله الثانيه. فلما سمعت ارسلت اليهن، يعني عملت لهم دعوه، واعدت لهن متكأ. المتكأ هو الشيء الذي يستند اليه الانسان حتى لا يطول به ملل من قعده خاصه. يعني مثلا هو قاعد كده وبعدين مثلا ان كان قاعد للحظه كده يستحملها ويقوم، انما ان كان هيقعد بقى ويرسي يبقى مره عايز يتكئ كده، مره عايز يعمل كده، مره عايز يمدد، يبقى لازم عنده بقى شويه نمارك وشويه حشايه وشويه طناء مش عارف ايه، يقعد يتركن على كيفه بقى. ودي دليله على ان القعده ايه؟ هتطول. وما دام هتطول تبقى تدعو الى الملال، وما دام تدعو الى الملال يبقى نديله حاجه. عايز يتكئ كده يحط دي، يعني عايز يتكئ اللي ورا يحط دي، عايز يحطها تحت رجله. المتكئ عدت لهن ايه؟ متكئا، دليل على ان الجلسه ايه؟ ستطول.